بنبلش بيع الخفيف. ثلاث ملايين ونص لاحقينك على انستغرام لنجوميتك او لانك زوج النجمه رحمه رياض؟ اثنيناتهم. اثنيناتهم؟ نعم. مليون وسبعمية وخمسين ألف لإلها ومليون وسبعمية وخمسين. إيه تقدر تقول هيك. دغري عم بحلل مع إني بالماثس بالمرة يعني بس. طيب جوابه شو أنا أكون؟ ريل. ريل أوكي. السؤال الثاني، عايش بين أمريكا وتركيا وقطر ولبنان، مشتاق للعراق؟ أكيد. شو مشتاق أكثر شيء؟ شو اللي مشتاق للعراق؟ كل شيء. الناس، الأكل، الهواء، بلدي. أكيد. طيب خبرني شيء كتير غريب صار معك بطيارة أو مطار. بطيارة أو مطار. أنا عايش بالطيارات. أنا عايش بالطيارات. شو صار معك شيء غريب؟ أنا ما يصير شيء غريب معي، يصير غرب شيء غريب يصير مع رحمة. لما نسافر معي توترني. ها ليه بتخاف من الطياره؟ ما تحب تمشي. ها يعني تريد يعني يعني كل شيء سريع، فيعني بتصعد على الشنطه او اسحبها بتحملها انت. اي عادي يعني. اي رواق. مره حملتها وركضت فيها والله على هالدرجه. اي والله. من وين لوين قد ايه المسافه يعني؟ مطار اسطنبول ترى كثير كبير. اي بعرف. وتعرف الجيتس. اي فمشيت تقريبا يعني نص كيلو يعني تقدر تقول، حامل على ظهري. خفيفة رحمة. خفيفة رحمة أكيد. إيه. بس إنه نص كيلو يعني ماشي بمطار. أي والله. أي والله. شو كنت عم تقوله للعالم؟ لا ماشي. لا ماشي، هي خلصت يعني لما تقفل تقفل. آه. فأنا بس أحاول أراضيها يعني. ستك ألكسندر هي عائلتك. نعم. اعترف لها بشي خبيته عنا. ستي. شو مخبى عليها؟ هي ما تحب انزل للبحر. ما بتحب تنزل للبحر ابد، تخاف انه لما ننزل للبحر، وانا دائما انزل للبحر. نعم. يعني بتنزل بلا ما تقول لها؟ انزل بلا ما اقول لها. ايه سامع تيتا عم ينزل بلا ما يقول لي. بس شو بتاع يعني سباحه عادي بتخاف؟ بتخاف من سيرفينج انا. سيرفينج. ايه فافوت يعني تحت جوا. حقها تخاف شوي يعني. طب كيف بتعرف ستك انك عم تروح على البحر؟ يعني عندها انستغرام ستك او؟ لا ما بتعرف. تكلمني بالتليفون. على التليفون. ايه يعني بيمروا عليها بسهوله انه. لا مو شوف ستي يعني كل ساعه ساعتين بدق علي. فمرات ده لازم ادق علي، راح اكون عندي شغل ما راح اقدر احكي، انا اكون بالبحر ما عندي التليفون. فخلص اقول لها عندي شغل وهي بتعرف. اي بس انا نازل البحر. ستك هي امك يعني؟ هي امي، هي كل شيء بحياتي. الله يخلي لك اياها. سؤال خفيف كمان هيك. نعم. يعني ما افتكر الجواب رح يكون سهل عليه. سمي لي أغنية فشلت لرحمة برأيك يعني. أغانيها بالبداية يعني غنية ما بتحب تسمعها أبدا. أنا بالنسبة هي الأغنية ناجحة بس هي فشلت كفيوز وكأودينس. الأغنية اللبنانية حظنا طلعت ساعة رمل. لا مش حظكم، بس حاليا الأغنية العراقية هي بالساحة. بس الأغنية يعني أنا كلش أحب الأغنية، كلش راقية. اللي يسمع ويسمع كلماتها واو. بس مع الأسف ما نجحت.